ما أفضل الكتب المؤلفة في موضوع الحج؟ الكتب المؤلفة في أحكام الحج كثيرة كثيرة جدا ولله الحمد. منها ما هو باب أو كتاب في مؤلفات الفقه أو في كتب الحديث، كل كتاب من كتب الفقه أو الحديث فيه كتاب الحج، تذكر فيه أحكام الحج وأحاديث الحج. وهناك مؤلفات مستقلة، منها ما هو موسع مثل كتاب القراء لقاصد أم القرى للطبري، كتاب جيد، كتاب حديث ثم يذكر فقه الحديث ويذكر الخلاف في بعض المسائل، أو كتاب مفيد جدا. ومثل كتاب الشيخ بن جاسر رحمه الله القاضي المعروف، له كتاب يتكون من مجلدين ضخمين، وقد جمع فيه من أحكام الحج ودقائق أحكام الحج وفقهيات الحج الشيء الكثير، مع الدراسة لها والمقارنة والترجيح. هو كتاب جيد بحق، أنه كتاب جيد. كذلك كتاب للنووي، كتاب للنووي في موضوع الحج، كتاب ضخم أيضا، وعليه حاشية لابن حجر الهيثمي، كتاب جيد في هذا الموضوع. هذه بالمطولات، هذا ما أعرفه من المطولات، لا فيه مطولات كثيرة، وفيه مختصرات، فيه مختصرات من أحسنها منسك شيخ الإسلام بن تيمية، مختصر جيد مفيد فيه تحقيق لا تجده في غيره، منسك شيخ الإسلام بن تيمية. ومثله تحقيق والإيضاح للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، لكتاب جيد ومفيد مقرون بالأدلة. كل هذه ولله الحمد كتب جيدة ومفيدة. وهناك كتب كثيرة في مناسك الحج. نعم.